مدى. طيب قبل الخبرات دي، نعم انت مهيئ مهيئ الجو المناسب للخبرات دي؟ انت زول، انت خزول بتاع طاقه مثلا، ايوه بنيتك التحتيه، البنيه التحتيه هي مهيئه لانه انا اجيب خبرات ويشتغلوا وامكانيات ماليه عجله؟ ايوه ايوه، امكانيات ماديه هنا، امكانيات ماديه هناك، حتى نحن الحين هناك برغم الامكانيات البسيطه دي لو عندنا تخطيط سليم بنستغلها صح. المشكلتنا كلها وش في الاستقرار. طبعا الظروف الاولانيه بتاع الحكومه الاولانيه قبل الثوره هذه معروفه، وضوء اول والحصار الاقتصادي وغيره، ده مؤثر على المواضيع. لكن حتى ده انا لما اجي اتناقش مع اي انسان هناك في المسؤولين من اصحابنا او حاجه يكون مسؤول، بحس بانه فرق كبير، في جاب كبير بين تفكيرنا وتفكيرهم، بين الناس اللي احتكت هنا واخذ الخبرات هنا والناس اللي موجودين قبل هناك. بيج ديفرنس يعني، والسيستم اصلا زاد قوي. فناس احنا محتاجين للناس اللي هنا، اول بند جزء مجموعات من الناس اللي هنا يكون هم القياده اللي هناك. أيوة. ده في رايي انا. أيوة. القياده اللي هناك تكون من الناس اللي احتكوا برا، اللي هم الكفاءات، الكفاءات الموجوده. ناخذ اضافه تفضل. والله برضه الحقيقه الحق يقال، يعني المشكله ان احنا ما بنشك في الكوادر الموجوده في السودان حقيقه. الكوادر الموجوده في الخدمه المدنيه، في وزاره الماليه، في وزاره التجاره، في وزاره الصناعه، معظمهم كانوا زملائنا يعني او درسناهم، فتحس انهم جادين لكن ما في برنامج، خطه، لا في برنامج اصلا. هم والله عناصر في كل المواقع، ديوان المراجعه والحسابات، هم كادر مؤهل جدا. الاشكال شنو؟ استراتيجية في الدوله ذات، برنامج الدوله شنو؟ يعني هم بيشتغلوا حتى جهاز المقربين فيه ناس كوادر جيده، لكن ما في برنامج انت بتمشي على لازم يكون في برنامج، خطه. النقطه الثانيه النظره للمقترب ذاته، يعني تلقى وزير ما حس المقتربين دي المهمين،